عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم غادي نتكلموا على بهلول. أنا ما فهمتي والله ما فهمت هذ الناس شحال عندهم الوجه. أنا نقول لكم شحال عندهم الوجه. واش نعلم واش نعرف؟ والله العظيم أقرب المقربين لزتشي راهم شاهدين ضده، الناس جاي هربة منها بصح ما هو بالك ما على بالوش. أقرب المقربين لزتشي راهم شاهدين ضده وراهم مكملين باللي هو شاهدين فيه كيفاش جاب الكراس، كيفاش جاب ذاك تي كانوين، كيفاش جاب خاطشي كان لي ماركي بالكريون تيجي مكان لا جمعية عامة لا والو، لا يسقسي باللي باين يجيب منا، لا يصادقو لا والو. غير هاكا طابرو جيب جيب هذاك جيب ذاك حط ذاك قلع ذاك قلع ذاك. كيما وخروا النهار اللي وخر وين راهم الأعضاء؟ وين راه كوسا؟ وين راهم بزاف الجماعة؟ وين راهم؟ أنا نطلب من الوزير السيد الوزير سيد علي خالدي يجي يتصل بكوسا يعطيه شكاين الرسمي، يتصل بناس كبار يخافوا ربي يشهدوا شهادة الحق. واحد كيما كوسا حاج بيت ربي قادر يتصل به السيد الوزير. راني كتبتها لك سيد الوزير، راني كتبتها لك قلت لك كاين اتصل بالأعضاء ومنهم كوسا يعطيك الرسمي خاف ربي منه يعطيك الرسمي. شتي كاين شتي مكاش شوف يعطي كلش يخاف ربي. يقول له ديال الحاج قال لي كتاب تاع كتاب 60 يا خويا حط يدك على الكتاب تاع 60 وخبرني الدعوه كاع كي صرات. كانوا حاضرين كانوا قال الجمعيه العامه شوف منهم راخو راه في الحبس حمار كاين زرواطي كاين ذاك مورو كاين بزاف كاين واحد الخمسه ولا سته هذو كانوا حاضرين وعلى بالهم كاع تصرا شاهدين على المهزله. وراني كتبتها لك سيد علي خالدي راني كتبت لك قلت لك يا ودي كاين واحد كبير في سطيف جيبه عيط له يجيك حط كتاب يده على الكتاب تاع 60 حاج بيت ربي يعطيك شتا كاين يعطيك شتا كاين كلش باين. انا اليوم هذا انا ترسلوه لي على بالكم والله الناس رسلوه والله ما شتو هذا فين كيهضر على بالك بلي يهضر يشكر في الحاج. وحنا عندي دي فيديو تاع يهدر في الحاج قال لهم الحاج قال له بلي دور على زتشي الحاج بهدل الجزائر الحاج ضد الجزائر الحاج منا الحاج منا. اليوم انا ما فهمت انا والله ما فهمت اي والله بنادم غادي يروح فوق جمل فوق الصيني قالوا صعيك والله العظيم لا كرهنا من الناس هذو راني عايشين معاهم هذو اللي يبانوا نورمالمون مكاش كاع هذو نورمالمون انقراض. هذه العقليه لازم تنقرض لازم يكون راجل عند كلمته لازم الراجل يكون عند كلمته. ربي صانعك راجل ها عاود رد روحك روح دير عمليه جراحيه اقلع 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 صوالح تاع راجل ودير صوالح تاع مراه وهي هاكا مراه وكاين مراه الحره الحال مديني ما تولي الرمل كاين المرأة الحرة والله ما تولي الرمل. انتوما ما قاشتو انا ما فهمناكمش والله ما فهمتكم انا مازال ما فهمتكمش والله مازال ما فهمتكم على بالك ليش ما فهمناش فهمت والله ما فهمت. ونقولها لك زتشي ناس اقرب المقربين ليك ماشي راهم ضربوك في الصدر ماشي راهم ضربوك في الظهر راهم قطعوا لك يديك وكرعيك. انا نقولها لك الناس اقرب المقربين ليك راهم في واحد 3 ايام ولا راهم ضربوك يا ودي قطعوا لك كرعيك ويديك. انا نقول لخويا ودي الله غير روح وحداوي ما هذوك انت نجيب عليك واحد الغنيه غناها البوسكي الله يرحمه الشيخ البوسكي الله يرحمه قال له ما عرفت ما تختار وهذوك ناس مشرارين ما عرفت ما تختار معك وهذوك ناس مشرارين وانت اكثر منهم. اسمعوا تشوفوا معنا اسمعوا هذا اسمعوا ها اسمعوا 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 كونوا رجال وربوا ولادكم يكونوا رجلا اللي عنده قريب الكاش كاش وين كاين خيل ولا حاجه ركبوا ولادكم فوق العواد. العود راه بركه العود راه يعطي واحد الحاجه للطفل حاجه كبيره كاع يخرج لك راجل ولدك يخرج راجل تركب ولدك فوق العود هكا يمشي به كلش راه رايح يخرج لك راجل.
انا نقول لكم ركبوا ولادكم فوق العود. الرسول صلى الله عليه وسلم هدر يا خويا ما تعلموش السباق، ما تعلموش الفروسيه، صح يركبه من سيمانتين من شهر شهرين ثلاثه ديه وين كاين كاش الفروسيه قبالكم ولا علفه تاع العواد ولا دي يقولوا لك بين مشي لي ولدي ياك لا بغات تخسر 100 الف قولوا مشي لي ولدي تاع 10 متر ولا 20 متر ونزله يدي البركه من عند العود. راهي كاينه قوه الهيه فما هذيك الحاجه كاينه، كاين سر يخرج لك راجل ما يخرجوش كيما هادو. اسمع اسمع شو اسمع مكتب ربي كنت في المكتب هذا. اسمع هو ما انتمي الى حتى طيار، انا كانت عندي الضمير وعندي كره القدم. انا كنت حامل انا ملفات كنت داخل انا رئيس، انا كنت ماشي لان عرفت بلي راهي هناك مؤامره بلي راهو نوصلوا يوم ايداع الملفات ما كان حتى مترشح. يعني لذلك ان اليوم الناس ينتقدوا في التشكيله، انا معاهم لان التشكيله جات في 24 ساعه، من المستحيل في 24 ساعه ان تنجم تعمل تشكيله توافقيه ولا تشكيله يعني على تكون على المستوى. سمعت كلمه يقولوا باللي رؤساء الرابطات او نجيبوهم غير شيراتون باه يزودوهم يروحوا. طيب انا كنت جميع يعلم هذه انقاطعه 500 مليون البديده لوطو ابارتمون ارض في الولايه تاعه، اسكت عليا ما تهدرش. وانت روح اتصلت برؤساء الرابطات الجهويه والولائيه باش ينتفضوا ضد الوزير. اسكت اسكت. انا نهز سياراتي ونجي مروح ما نكملش هذيك الليله دي، لان ما احنا انا شخصيا عندي قناعات، حتى الرئيس السابق يعلم بلي عندي قناعات شخصيه. ما يخفاش عليك احنا من المدرسه تاع الرئيس السابق. تعلمنا الكثير. تعلمنا الكثير. تعلمنا الكثير في التسيير في انا لكن نحضر دركي مع هكا لان لا انا لكن نحضر كيما نكون نواجه الاعلام. تعلمت ما عنده الكثير عنده ما نكرش، لكن تمنيت ان المدرسه هذه ما ندورش عليها، المدرسه هذه نزيد ندعمها نزيد نرقيها، لان انا ذنبي علاش حتى انا درك نكون في محل انتقاد. لا لكن تنتقدني انتقد المدرسه لان خرجت من المدرسه ثلاثة عهدة تعلمت الكثير انا على مستوى الاتحاد باجتماعات وكلش. انا اعمل اولا باليقين في الله الضمير والقوانين، هذا هو الخرج تاعي وكم تشوفوا تلاحظوا. اما اذا بشانا في اخر مطاف واحد اعطاك مسؤوليه وكبر بك، انا طبيعتي وقلتها سمعتوا معنا اسمعوا. قال لك خرج من المدرسه تاع هاودي كنت عاير ياود عمي لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس ينتقدوا في التشكيله، انا معاهم لان التشكيله جات في 24 ساعه، من المستحيل في 24 ساعه ان تنجم تعمل تشكيله توافقيه ولا تشكيله يعني على تكون على المستوى. سمعت كلمه يقولوا باللي رؤساء الرابطات او نجيبوهم غير شيراتون باه يزودوهم يروحوا. انا كنت الجميع يعلم كنت انا نهز سياراتي ونجي مروح ما نكملش هذيك الليله دي، لان ما احنا انا شخصيا عندي قناعات، حتى الرئيس السابق يعلم باللي عندي قناعات شخصيه. ما يخفاش عليك احنا من المدرسه تاع الرئيس السابق تعلمنا الكثير، تعلمنا الكثير. وقالت الهداف قطعت ميقال السيد الحاج محمد راورا وراي قطعه. تعلمنا الكثير في التسيير في انا لكن نحضر دركي مع هكا لان لا انا لكن نحضر كيما نكون نواجه الاعلام. تعلمت ما عنده الكثير عنده ما نكرش، لكن تمنيت ان المدرسه هذه ما ندورش عليها، المدرسه هذه نزيد ندعمها. كومون تغيب سياسه عليه ربي. هذا بهلوله يهدر قال لك انا خرجت من المدرسه تاع الحاج محمد راوراوا. راك تشوف اليوم شوف مين حسوا شموا ريحه الشياط، ريحه الشياط تطلع، شموا ريحه الشياط تطلع، ريحه الكتان تاع يا انا قلتها لكم. تسمع بيها ولا ما تسمعش؟ راهي جايه صاحبي. ما بغيتوش تنعلو الشيطان. عينا يا ودي عايشه تغدى عايشه وتدي الخبر يا ودي. حرزوا روحكم من هاك يا ودي. دروك الواطا راهم يفوتوا في الحومه تاعكم في الكارطيه تاعكم. تكون تاكل تسمع لوطو راك حافظ كاع الموتيرات تاع الواطا. مي تسمع تحبس الماكله تقول دروك نسمع هذيك دروك نسمع يا ودي. لما تقول خدمتوا ليشان دراهم الناس وخليتهم تاع الدوله وخدمتوا ولك وخليتوا ناس يخدموا معاكم. نتوما روحتوا طردتوا الغاشي وواحد جبت غاشي وخد اخرين اللي جاو راهم غير ذراري في الاتحاديه، صحافيين غير ذراري في الاتحاديه والله لا صحافيين يخدموا الاتحاديه. عاد شو وين وصلوكم؟ عجبوكم لي فاكتير وسوال علاش راجع؟ مليح زومين الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه
الولائية تاع الاستثمار اللي رأسها يعني باش هكذا، ولكن نبين له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في دير زاد شي يدي 1000 هكتار. لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في دير زاد شي يدي 1000 هكتار، 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 يدي 1000 هكتار في الرشايقه في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوش، الرشه وام الزبوش. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.